واستكمالا للإجراءات المتخذة عملنا على توسيع منظومة المدارس الجماعتية من خلال تجميع المدارس الفرعية في الوسط القروي باعتبارها ضمانة مهمة للتقليص من معدلات الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة القروية. وقد مكنت الجهود الحكومية من بلوغ ما مجموعه 308 ديال المدرسة الجماعتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 مقابل 226 خلال الموسم الصارم، أي بزيادة ديال 136%. ولتوسيع العرض الطبوي عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65% منها في الوسط القروي، ليبلغ إجمال المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي 12,198 مؤسسة تعليمية عمومية، منها 6,795 في الوسط القروي. ومن أجل ترسيخ ثقافة غذائية سليمة كتحترم حق التلاميذ في أغذية جيدة ومتوازنة، حرصت الحكومة على تعميم التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم المدرسية لتجاوز القصور ومعالجة الصعوبات التدبيرية السابقة. كما شهد عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الحالي تطورا ملحوظا، كيبلغ أزيد من 1,165,000 تلميذ وتلميذة، مع استفادة 127,000 منهم ديال التلاميذ من الخدمات الكاملة ديال الداخلية، وتعميم خدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الثانوية وب 50% من المدارس الابتدائية. هذا ستعمل الحكومة على توسيع الخدمات المتعلقة بالنقل المدرسي وتعميم بعض التجارب الناجحة بشراكة مع المجالس المنتخبة، بالنظر لما تشكله خدمة النقل المدرسي من دور هام في تخفيف المعيقات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تحول دون تمدرس الأطفال خاصة بالوسط القروي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.